هاي هي نابلس ورا المعهد، معهد الفني مباشر. والله معاناه يعني امان، الحمد لله والشكر فضل من رب العالمين، بس على مود التبليط هاي الخدمات ما موجوده. والله من زمان هذا، من قعدنا هنا تقريبا صار 9 سنين 10 من قعد. لا ما. لان هنا كان اكو اول هي بالبدايه كان اكو هنا مركز مال الشرطه مقابل هذا الفرع مباشره. ف المركز راد يبلط المقاول اللي بلط الشوارع، راد يبلط هذا المركز ما خلوه. كان بوقت هذيك الشغلات المفخخات وما اعرف ايش. هسه حاليا الحمد لله والشكر، لا بالله فضل من رب العالمين، امان. والله بالنسبه للمنطقه بس على مود هاي بالشتاء رجاله والمدارس، يعني تعرف يجي على البيت من المدرسه رجليه طيين ملطخ، يعني يوميا تبدل له هدومه. والله معاناتنا احنا نعاني من هذه الطرق ولا هذا، ولا تبليط اكو ولا، يعني معاناه كثيره. ماكو هاي خدمات، ماكو. قدمتم طلب شيء كذا؟ والله يروحون يراجعون بس ماكو، يعني ماكو 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 نتيجه. وضعيه الاطفال يعني بالمدرسه اللي يروح. والله بهدله، والله وضعيه الاطفال تضحك على هذه، يعني منطقه فرد مره. اي والله منطقة تعبانة يعني فرد. والله بهدلة رجالة. هاي من زمان نحن الفرع هذا، هاي المجاري هاي يطوف علينا متمطر، هاي نغرق، هاي هذا البيوت تطمس بالمايات، هذا البيت يطمس، يعني دحق عليه، يعني المي يفوت جوه، هذا الاخر المي يفوت جوه، الاخر المي يفوت جوه، يعني ما من زمان نحن هاي المعاناة، هاي الساقة نحن سويناها بيدنا، يعني لمينا من الفرع وسويناها هاي الساقة، كان وادي هذا. سويناه شغله نظاميه يعني، ايه سويناه بيدنا يعني من المنطقه جمعناه وسويناه. ما شو نقدم؟ وين من نروح عليه من نروح؟ قدمنا مرتين يعني يمكن وقته وما حد جانا. يعني والله نحن بس نريد الشارع هذا من الوحل. والله معاناه المنطقه تعبان. هسه عشكرونا هاي السايدين هذا الجديد شارع 60 اللي يربط بشارع حي نابلس. يعني هذا بس يريد من الحكومة بس تبلطوا حتى يربط حي نابلس مع السايدين، كله طين واسمه. وبالنسبة هذه الساجية هذه احنا سويناها على حسابنا، يعني تقريبا كلفت تيجي 3 ملايين 4 ملايين ونص، يعني على حسابنا احنا. الحكومة ما سوت، احنا سويناها. الحكومة ما اي بلدية ما جت هنا سوت لا شارع لا قنطرة لا شيء، وهذه فيضانات تصير هنا، فيضانات يعني معاناة يعني ما توصف. ولحد الان اي حكومه ما جت شافت هذا المعاناه اللي يعني